جاو فواحد ظرف وزير جاو قال الناس خرجوا جاو كيدقوا جيو شوفوا في المقاطعه اشنو كاين. مشينا المقاطعه انا الوالده ديالي يلا توفات مشيت قال لي الوالده مقيده طالعه في السيستم وكاين خويا معاها ساكن زايد كابر هنايا عنده 60 عام قال لي ما طالع في السيستم. قلت له خويا ساكن هذا قال لي عطيني واحد يومين نجي نشوف. خلينا يومين مشيت رجعت للمقاطعه قال لي خوك ساكن ولكن ما مجوش. كيفاش ما مجوش؟ واش هذا معيار والساكن عطيه بحال الناس ماشي مع ناس هذا الا ما مجوش. خويا مريض عنده 60 عام كابر زاد هنا كابر هنا يجيو يقلبوا في الريجيستر ديال سيدي مليوط كابر هنا ما كلشي هنا كيفاش غادي نقول؟ والناس الاخرين يعني حنا دارنا كانت ثلاثة طبقات وخويا ساكن وغسي يقول لك لا ما كطلعش السيستم. السيستم شكون اللي خدمو؟ شكون اللي دار ليه؟ السيستم كطلع في الانتخاب كيفاش هذا؟ وناس اخرين كيقولوا مخاط انتخاب. واش مخاط انتخاب معيار؟ من الانتخاب فينا هو الناس اللي منتخبين عليهم فينا هو من بعد؟ ما شفناهم فينا هو الناس الانتخاب؟ الانتخاب حق اللي بغى ينتخب ينتخب اللي ما بغاش ينتخب ما ينتخبش. معايير ما كايناش. غنقول للمسؤولين يعاودوا اعاده النظر في هذا الشيء ولكن هذا الشيء المدينه قديمه تاريخيه دابا الخراب في الخراب في الخراب الناس غادي تشردوا في الزناقي وبزاف د الحوايج. هذا الشيء ماشي معقول والله يدير تاويل الخير. دابا قال لك بغيت تخرجك فين غنخرج فين غنمشي اش من البلاد اللي غتشدني باش نخلصو اخويا باش غنخلص ما عنديش هادي باش نخلص ميت يا راجل ما ارمانا واش غنتاح في الزنقه واش نهز حوايجي غنروح في الزنقه ويخليوني نهز حوايجي غندير الجيتون برا غنعيش اجريه بالدار ياك بغيتي غا الدار وخليني انا نجلس في الزنقه بحوايجي صافي. اللهم يقتلني المخزن وما تروش عليا الطعام اللي بغا سيدنا غيدير انا مستعده نخرج يدير عليا الموحده يعطيني الوقت باش نعرف باش غنخرج حتى نشوف الفلوس اللي غادي نجيبو ما عنديش. وانا السيمانه الفاتت دفعت قال لك خصك تخرجي السيمانه الجايه ساكن في فين غنمشي فين غنزيد ما عندي فين نزيد وما كاينش لي خمسه عليا كاش لي خمسه ما عنديش لي غيخلص عليا صافي حتى البنك ما غتقبلك. انا مساعده انا مساعده نخرج ماشي مساعده وليني ديما يقولوا